النهاردة في بصدد مسابقة فريدة من نوعها في مدينة الغردقة، أول مرة تقام في مدينة الغردقة، وهي مسابقة الفروسية. دايما متعودين مسابقات كرة قدم، مسابقات طايرة، مسابقات سباحة، مسابقات كاراتيه، لكن النهاردة في مسابقة الفروسية بتضم معانا 10 مدارس، منها مدارس خاصة ومنها مدارس حكومية، بعدد طلبة 96 طالب. والجميل في المسابقة النهاردة إن احنا عندنا 2 طلبة من طلاب ذوات الهمم، واحلى ما في اليوم كمان ان احد الطلبه من ذوات الهمم محقق مركز اول جمهوريه. النهارده بصدد اقامه بطوله الفروسيه، وهي البطوله الاولى من نوعها تحت رعايه وزاره التربيه والتعليم ومديريه التربيه والتعليم بالبحر الاحمر. النهارده وصل عدد اللاعبين عندنا النهارده لغايه 96 لاعب، 97 الحمد لله، يعني حاجه جديده بالنسبه للبحر الاحمر. احنا عندنا كل الرياضات، ودخلنا السنه دي رياضه الفروسيه باذن الله، ربنا يسهل باذن الله، وندخل رياضات اخرى زي الاسكواش، زي لعبنا التنس باذن الله، يبقى فيها حاجه كويسه. حوالي 97 لاعب شاركوا في البطوله من مختلف مدارس الغردقه، مدارس تجريبيه، مدارس خاصه. طبعا يعني انا كمان بحكم ان انا نائب رئيس مجلس امناء مدرسه الاحياء الرسميه المتميزه للغات، مبسوط ان بدات المدارس الحكوميه كمان تخش في المنافسه وتشارك في البطولات الرياضيه المختلفه، خصوصا رياضه مختلفه زي رياضه الفروسيه بدات تنتشر في البحر الاحمر من حوالي سنه ونص سنتين. هي موجوده كنوع من انواع السياحه، لكن هي بدات تنتشر كرياضه من حوالي سنه ونص او سنتين.